شيرين رضا تعلق لأول مرة على أغنية يوم 3 وتؤكد دينا الشربيني أول واحدة بعتت لي الكوميكس. أثارت أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة يوم 3 كثيرا من الجدل حول ثلاث فتيات اللائي يتحدث عنهن في الأغنية، وقالوا عن السمراء هي زينة عاشور زوجته، والبيضاء هي النجمة شيرين رضا، أما أم روح حلوة فهي الفنانة دينا الشربيني. وهو الأمر الذي علقت عليه الفنانة شيرين رضا على هامش لقائها مع برنامج The Insider المذاع عبر فضائية دبي ون. وقالت عنها شيرين رضا: الأغنية حلوة، ما ظنش اللي لحن وألف كان عارف إنه هيحصل كده في الأغنية. أول واحدة بعتت لي الصور اللي عاملينها علينا هي دينا الشربيني نفسها، والكوميكس اللي بيعملوها على الأغاني شربات، والناس بجد دمهم خفيف. وتحدثت شيرين رضا عن آخر أعمالها فيلم الفيل الأزرق 2، وقالت إنها قضت وقتا طويلا في تصوير مشاهد لم تستغرق سوى دقائق معدودة. ثم تحدثت عن فيلم رأس السنة والذي تأخر عرضه لأسباب لا تعلمها، وتطرقت في النهاية إلى التعليق على أغنية يوم 3. وكانت أغنية يوم 3 أثارت ضجة كبيرة في وقت طرحها، خاصة وأنها تتمحور حول ثلاثة أنواع من الفتيات. وقال عنها جمهور الهضبة أنها متعلقة بثلاث نساء في حياته، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي. ويستعد الفنان عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد أنا غير خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى طرح أغنية منفردة الخميس المقبل لم يكشف عن اسمها، وتعد رابع أغنية يطرحها الهضبة خلال الأسابيع الماضية. وقد أعلن الهضبة ذلك على هامش حفله الغنائي الخاص الذي أقيم مؤخرا بالساحل الشمالي. يذكر أن عمرو دياب قد طرح ثلاثة أغاني من الألبوم الجديد بشكل منفرد خلال الأسابيع الماضية، وهي بحب أنا غير يوم 3، حيث حققت الأغنية الثالثة نسب مشاهدة عالية ونالت إعجاب الكثيرين من متابعي الهضبة.